فعلا إشكالية النقل المدرسي هي إشكالية كبيرة وكبيرة جدا، بدأت بطبيعة الحال منذ الجائحة. فمنذ 15 مارس إلى يومنا هذا أكثر من 25,000 حافلة نقل مدرسي على الصعيد الوطني الآن واقفة، واقفة بالسائقين ديالها، بالمساعدات ديالها، وغتبقى واقفة حتى شهر تسعود على حساب الأوضاع الراهنة. وهاد التوقف ديال 5 أشهر يكلف المؤسسات التعليم الخصوصي مبالغ من حيث ليزينغ ديال هذوك السيارات، يعني الأقساط الشهرية، ليزاسيرونس، لأن ليزاسيرونس ما كيمكنلكش توقف لاسيرونس، يا إما تخلى على تفسخ العقد أو تخليه، دونك ليزاسيرونس بقاو، بلي فيزيت تكنيك اللي مجبرين أنهم يكونوا عند السيارات على رأس كل 6 شهور. وهذا كيشكل واحد العبء مالي كبير على المؤسسات، في حين ان هاد السيارات ما كي يدخلوا حتى شي موارد على المؤسسات حاليا. والاشكال كنظن غيزيد يكبر، خصوصا انه راه شملهم الاعفاء طبيعه الحال، وخاصه انهم الان ما كيشملهم الاعفاء، وهذا المشكل غيزيد يكبر وغياخذ واحد المنحه كنظن خطير وخطير جدا في بدايه الدخول المدرسي. لان احنا شفنا اش واقع الان دابا في الحافلات الخاصه، الطاكسيات الى ما غير ذلك، غيكون هناك واحد لا اون ديستونسياسيون سوسيال، يعني واحد التباعد اجتماعي او جسدي. فالسياره اللي كانت مثلا مرخص لها باش تحمل 30 تلميذ، ربما الان تاخذ غير 10 او 15، وربما 15 وبزاف. فالكلفة ديال هذاك النقل المدرسي قد تضرب في جوج أو في ثلاثة بعض الأحيان. هنا كنطرحوا مجموعة من التساؤلات على النقل المدرسي في السنة المقبلة 2020-2021، ولحد الآن مازال ما عندناش أجوبة على هذه الأسئلة هذه. وهذا موضوع مهم جدا، لأنه كيمس واحد الشريحة كبيرة ديال الآباء، وكيمس واحد الشريحة كبيرة ديال المؤسسات التعليمية اللي كتبني العمل ديالها على النقل المدرسي. وغنشوفوا إلا بداو شي بوادر ديال الأجوبة على هاد التساؤلات. في نفس الإطار كذلك، إلا كان هناك تباعد جسدي عند في الدخول المدرسي، أكيد أن الأقسام، إلا كنا كنقولوا قسم ربما كيكون فيه 28-30 تلميذ، وغيولي القسم فيه غير 14 ولا 15، السؤال كيتطرح كيف سندبر هذا الامر. هما الحل ديال هذا الشيء راه واضح، يا اما سيتم تقليص الغلاف الزمني للتلاميذ باش نديروا مجموعه تشتغل في الصباح ومجموعه تشتغل في بعد الظهر، والمجموعه اللي غتكون في البيت ديالها ربما تلجا للتعلم عن بعد، ولكن الغلاف الزمني الحضوري خصك تقسمه على جوج، او حتى الا ما قسمتيهش على جوج تحيد منه الثلث او هذا، غتولي خصك تشتغل، ربما تبدا تشتغل يوم الاحد او تمدد ساعات العمل او. ولكن الاشكال فين غيتطرح؟ غيتطرح في الموارد البشريه، لان اذا كان عندك استاذ عنده 24 ساعه عمل في الاسبوع وكيقري لك واحد العدد ديال الاقسام، وقسمتي لي دوك الاقسام على جوج، يعني خصو يبدا يشتغل 48 ساعه، يعني راه واخا توجد حتى الفضاءات ما غتحلش الاشكال، لان الاشكال غيولي فين؟ في الموارد البشريه. انا لا عندي استاذ كيقري 24 ساعه، راه كيقري 24 ساعه، ولا كل قسم كيخلق لي جوج اقسام، راه خصني جوج اساتذه الا بغيت نحافظ على الغلاف الزمني ديال التلاميذ. دونك هناك مشكل الفضاءات، وماشي جميع المؤسسات غيكونوا عندها فضاءات كافيه لاستيعاب العدد التلاميذ اللي كانوا عندها من قبل اذا كان ذاك التقسيم. المشكل الثاني هما ديال الموارد البشريه، ماشي كاع المؤسسات غيكونوا عندها، كنظن ماشي الجميع ما عندوش الضعف، سواء كان في القطاع العمومي او القطاع، الناس راه مشغله على حساب الحاجيات اللي عندها. دابا الحاجيات غتضرب في جوج بين عشيه وضحاها،
راه اللي عنده 20 استاذ خصو في سيطور يتولتو اللي عنده 40 استاذ، واللي عنده 40 خصو 80، واللي عنده 80 خصو 160. إذن هذا كذلك إشكال اللي كنظن ربما في الوزارة هناك سيناريوهات اللي كيدرسوها الآن، ومازال ما توصلناش بالمخرجات ديال هاد السيناريوهات. هو اللي برز من هاد الجائحة هو أن هاد العلاقة التي تربط الآباء بمؤسسات القطاع التعليم الخصوصي أو هاد العقدة أو هاد الخدمة التي تقدم بالمقابل ما مفهوماش بنفس الطريقة عند كل شيء. فإذا سولتي كل أب ربما يعطيك جواب، ولا سولتي كل مؤسسة تعطيك جواب. فهناك من يربط المقابل بعدد ساعات العمل، هناك من يربط المقابل غير بالحضور داخل المؤسسة، قري ولا ما تقريش غير يكون عندك في المدرسة، هناك من يربط المقابل بالجودة، يعني أنا لا ولدي جاب مزيان نخلصك، وإلا فهم نخلصك، وإلا ما فهمش راه ما نخلصك. فكل واحد كيفهم هذه العقدة بطريقته الخاصة. وكنظن أنا الأوان أن تكون هناك عقدة واضحة بين المؤسسة التعليمية الخصوصية والآباء وأولياء الأمور اللي كتبين نواغ سيغ بلون كوموندي، كتبين ما على كل طرف، واجبات كل طرف، وحقوق كل طرف.